في اغنيه كده معلقه معايا من اول اليوم النهارده، فانا قررت ان انا اطبق اليوم بتاعها، وهي بتقول ونسيح جبنه رومي ونشرب اتنين شاي. فانا قررت ان دي اول حاجه هعملها، فنروح نضرب سندوتشين رومي مع كوبايتين شاي. يلا بينا. احنا ما لقيناش سندوتش جبنه رومي كده صرف، فجبنا اتنين حواوشي ميكس جبن. هو انا كنت عايزه يبقى ميكس جبن بس من غير حواوشي نفسه، بس تمام مش مشكله عشان يبقى فيه اي نوع من البروتين يعني. واتنين شاي، بما ان امير ما بيشربش شاي خالص فانا هشرب الاتنين شاي لوحدي. فاحنا ناخد ايه، قطمه من الحواوشي. كويس ان الاغنيه باظت وهو يجيب اللحمه، عشان هو الصراحه الحواوشي طعمه حلو قوي. نشرب بق شاي، حطه كمان بالنعناع، مع ان ده مش في السكريبت بتاع الفيديو بس مش مشكله. انا مش عارف ايه نوع الشاي ده، بريتش تي، بس هو الراجل قال لي بعد الضريبه ان احنا هندفع 70 جنيه في الاثنين شاي دول، يعني تقريبا الاثنين شاي اغلى من الحوش. الحمد لله اهم حاجه في فدا الفيديو عشان الاغنيه معلقه في دماغي. بس انا مبسوط يا الله. المهم تعال نشوف بقيه الاغنيه بتقول ايه. خلصنا اول حاجه بقى، تعالوا نروح على تاني حاجه وهي نضرب طاجن باميه مش شرط يكون باللحمه. انا الصراحه والله ريقي جري من الاغنيه. طاجن باميه كده مع طبق رز بالشعريه. بص تعالى نخش على اللي بعده. ده طاجن باميه، وبرضه لتاني مره ما نلاقيش طاجن باميه قرديحي من غير لحمه، فاضطرينا نجيب طاجن الباميه باللحمه مع ان اللحمه غليت يعني. دي قطعه اللحمه اللي تحت. تسلم ايدك حبيبي. ناخد كده ايه، عصره من الليمونه. بالنسبه لي الباميه ما تنفعش من غير ليمون. يا لهوي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. روح واخد شويه كده من الباميه وحطيتهم على الرز بالشعريه. كان بقالي كتير قوي ما اكلتش باميه. انا حتى لما بروح اي محل ما بطلبش خالص طاجن باميه، مش عارف ليه، مع ان انا مفتقده يعني. الباميه رائعه، الباميه كمان مع الرز بالشعريه خطيره. انا احب من موقع هذا اشكر اللي عمل الاغنيه يعني، عشان خاطر انا مبسوط. بما اننا جبناه باللحمه فنجرب اللحمه بقى. حلوه اللحمه قوي. كده عصر عليها عصر. انا سعيد وبتحرق برضه في نفس الوقت، الباميه سخنه قوي. انت محتاج تيجي تاكل معايا، انت فايتك كتير. انت فايتك كتير والله. في الاغنيه بقى كان عامل حسابه ان انت ممكن يجي لك حماو بعد طاجن الباميه، فبص قال لك ايه، بنجلنا في يوم حماو نطلب اتنين زبادي وهشرب اللي بالخوخ واسيب لك بالمانجي وانسى. فانا هاخد واحد بالخوخ وانت هتاخد واحد بالمانجا حتى لو انت ما بتحبوش. اهو خد انت يا عم زبادول الفراوله بتاعك وانا هاخد زبادول الخوخ. ننهي بقى الفيديو واحنا بنشرب زبادول الخوخ ده. بصوا طاجن الباميه كان خطير، الحواوشي برضه اللي بالجبن ده يعني، هو انا ما كنتش متخيل ان هو باللحمه، بس هو برضه ستيل برضه طعمه حلو. انا عامه اليوم كده اوفرول النهارده اتبسطت بيه يعني. قولوا لي بقى ممكن ايه تاني الاغاني اللي احنا نجرب الاكل اللي في الاغاني. حاسس والله جمله اصلا مريبه نفسها، بس قولوا لي ايه افكار تانية ممكن نجربها. شكرا جدا لكم ان انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم ابوظه من قناه لايف وزوازه.